يقع بيت رديدة في بركة الموز، حيث يتحكم في مدخل الوادي المؤدي إلى الجبل الأخضر. وقد بنى هذا الحصن الجميل الذي يتألف من طابقين في القرن 17 الميلادي الإمام سلطان بن سيف ثاني أئمة الدولة اليعربية، الذي تولى الإمامة في الفترة بين عامي 1649 و 1679 للميلاد. ومن المحتمل أنه بناه أثناء شق فلج الخطمين الذي يخترق فناء الحصن الرحيب في طريقه إلى البلدة الزراعية الجميلة. كما بنى الإمام مسجدا صغيرا داخل الفناء على ساقية الفلج الخارج من السور إلى الشريعة عند المسجد الآخر، مسجد اليعاربة. وقد جدد السيد محمد بن الإمام أحمد بن سعيد بيت الرديدة، ووسع فيه، وتخفي جدرانه السميكة في داخلها معمارا أنيقا يكشف عن أقواس متعددة وسقوف مطلية ونقوش جميلة متقنة. ومن المؤكد أنه بني كاستراحة حصينة بين نزوى مقر الإمامة آنذاك والجبل الأخضر، فللبيت أبراج متقنة مشيدة من آجر الطين أو الجص.